أسعد الله صباحكم. هذا بكل خير، هكذا انتهينا من أشواط شارة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم حفظه الله ورعاه أبو راشد، لنأتي مع أيضا صفحة جديدة وشارة سمو الشيخ أو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، لنبدأ مع انطلاقة أول أشواط هذه المكرمة، مكرمة أبو خالد الصيفية التي تعم على جميع ميادين الدولة. نرحب بجميع الإخوة القادمين للمشاركة في هذه أيضا الشارة. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق الشوط الأول الرئيسي بالنسبة بمكرمة أبو خالد حفظه الله ورعاه. نسير مع هذه الأسماء، نسير مع هذه الشعارات القوية وهذه الأسايل اللي عنن من كل ميدان في دولة الإمارات ومن خارج الدولة للمشاركة في هذه المكرمة. نسير مباشرة إلى الصدارة، مباشرة إلى المقدمة الأولى وضعها على الصدارة لجابر بن علي بن حمد العويسي اللي على الصدارة. أما هنا أيضا المركز الثاني يرى الوصول من نوايا سلطان بن عبد الله بن سعيد الجعفري ضيفنا من سلطنة عمان الشقيقة، بينما أتابع المركز الثالث هنا الواصلة هنا زرفلة، زرفلة القادمة لعلي بن ضاعب بن سعيد المسافري، بينما هنا الوصول مع المركز الرابع من القادمة هنا صدى لحمد بن سالم بن دري الفلاحية. المركز الخامس هنا القادمة الواصلة شغف شغف لأحمد بن عبد الله بن محمد السبوسي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء، ولكن العودة، العودة إلى شعار الشبل، إلى شعار الشبل مع صدى، صدى اللي على الصدارة، صدى على المركز الأول حمد بن سالم بن دري الفلاحية. شعار قوي وخطير يأتي على الصدارة، يأتي على ظهر صدى اللي على الصدارة الباحثة عن أيضا النقطة في مكرمة أبو خالد. تأتي هنا صدى بشعار حمد بن سالم بن دري الفلاحي. الله الله، ها هي صدى تهدي أهاليها لمدينة العين إلى أهالي زاخر، زاخر السلام. ومشكور يا أبو سالم حمد بن سالم بن دري الفلاحي على فوز صدى وانتزاعها لناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصلت نوايا سلطان بن عبد الله بن سعيد الجعفري. المركز الثالث، المركز الثالث كان الوصول من زرفلة لعلي بن ضاعم بن سعيد المسافري. هكذا هي النتيجة للثلاثة المراكز الأولى. تهانينا والناموس لحمد بن سالم بن دري الفلاحي، وكذلك التهنية لمحمد بن سالم بن دري أبناء الشبل الذين رغبوا صدى لاختطاف لناموس هذا الشوط في توقيت زمني مقداره 2:11. تهانينا والناموس نزفها بالورد والياسمين إلى أهالي منطقة زاخر في مدينة العين. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.